احمد جاد، يعني مبسوط ان انت معانا النهارده. انت كاكسبرت في المارين بيولوجي او الاحياء البحريه، سواء كانت خبرتك بقى اللي كانت في امريكا او شغلك انت في الاندستري حتى او مع الانترناشنال فاينانشال انستتيوشنز، شفت حاجات كتير وتعرضت لحاجات كتير لها علاقه بالمحيط واسرار المحيط واسرار الحياه البحريه والكائنات البحريه اللي يمكن غايبه عن ناس كتير. انت النهارده معانا عشان تقول لنا الحاجات اللي احنا ما نعرفهاش. ده شرف لي ان انا اكون موجود معاكم النهارده مع وج. الفكره عجباني جدا، حاببها قوي، حاجه جديده في مصر وفي الوطن العربي مش موجوده، ان احنا نحاول نثقف الناس ونعلم الناس اكتر بطريقه ممتعه، بطريقه بحيث يكون في مناقشات، في حوارات، نقدر نعرف اكتر عن البيئه البحريه، عن الحياه البحريه. يوم 5 جون اليوم العالمي للبيئه، ويصادف كمان ان هو اليوم الدولي لمكافحه الصيد غير القانوني دون ابلاغ ودون تنظيم. اليومين في نفس المناسبتين في نفس اليوم، فيمكن ده اهميه الصيد الجائر او اهميه الصيد غير القانوني محطوط في نفس اليوم لليوم العالمي للبيئه، دي لها اشاره ولها اهميه. يعني ليه مهمه الحياه البحريه دي بالنسبه للناس اللي عايشين على البر؟ يعني انا عايش على البر، ليه الحياة البحرية دي مهمة بالنسبة لي؟ وليه بيتصرف فلوس كتير جدا في أبحاث لها علاقة بأدق المخلوقات البحرية؟ حرفيا لو بصيت كده على كوكب الأرض هنلاقي إن شكل كوكب الأرض كوكب أزرق، بنسبة فوق 70% من كوكب الأرض محيط. نسبة المسطحات المائية تزيد عن 70%، وإحنا عايشين في أقل من 30% على الأرض. في مية اكتر ما في ارض، احنا عايشين في الجزء الصغير من كوكب الارض. مية عذبة، محيطات، مية مالحة، بحيرات، كل حاجة. هتلاقي في فوائد كتيرة قوي، في فوائد سياحية، في فوائد في البيزنس، في فوائد في البيئة، في فوائد في التجارة. كل التجارة العالمية تتم مبدئيا عن طريق السفن. معظم السياحة في دول العالم تبقى بنسبة كبيرة قوي معتمدة، يعني هنا في استراليا في الحاجز المرجاني العظيم اللي يعتبر حاجة من العجائب الدنيا، ده يعتبر البحر. عندنا نفس الموضوع في مصر، البحر الأحمر. البحر الأحمر ده حاجة تحفة جدا. أنا نزلت المحيط هنا ونزلت في البحر الأحمر وصدمت إن إحنا عندنا بيئة بحرية في البحر الأحمر أحسن من استراليا، أحسن من الحاجز المرجاني العظيم. الرؤية في البحر، الألوان اللي شفتها، أماكن كتيرة في البحر الأحمر تقدر تقول إنها أحسن من هنا. وده اللي صدمت منه، لأن أنا أول لما جيت هنا في استراليا سألوني سؤال، أنت ليه عايز تيجي استراليا؟ قلت لهم عشان أنا مغرم بالبحر وبحب البحر والحاجز المرجاني العظيم والحاجات دي كلها. حد من الدكاترة اللي كانوا بيعملوا لي انترفيو قالوا لي أنت خلي بالك، أنت عندك البحر الأحمر اللي احنا الناس بتسافر من استراليا عشان تروح تغطس في البحر الاحمر. معنى كده احسن من حيث الجمال ولا من حيث جوده الشعب المرجانيه او الكائنات البحريه اللي عندنا؟ طبعا هنا اكبر بكتير، في تنوع اكتر، لان انت بتتكلم كمساحه يعتبر اكبر من مصر. كمساحه حاجه عملاقه، حاجه كبيره قوي، شعاب مرجانيه كتيره متصله ببعض. لكن احنا عندنا في البحر الاحمر مازال عندنا شعاب مرجانيه متصله ببعض، الوانها حلو جدا، شكلها حلو جدا، حالتها كويسه قوي. والغريب ان دلوقتي مع التغير المناخي الحاجز المرجاني العظيم، الشعاب المرجانيه اللي فيه عماله بيحصل فيها ابيض زي بليتشنج، ان لون الشعاب المرجانيه بيروح، ودي بتبقى مرحله ما قبل موت الشعاب المرجانيه. بالعكس في نفس الوقت في حاجه غريبه جدا، ان الشعاب المرجانيه في البحر الاحمر في ابحاث ابتدت تطلع بيقولوا ان هي مقاومه للمناخ، من اكتر الشعاب المقاومه للتغيرات المناخيه في العالم كله. احنا اقل الاماكن في العالم كله اللي الشعاب المرجانيه فيها تتاثر بالتغير المناخي. يعني climate change resilient. مظبوط، they are climate change resilient. الحراره ومن اكتر الحاجات اللي ممكن تدمر الشعاب المرجانيه. بس الغريبه ان في ابحاث عماله تطلع وبقى ترند ان البحر الاحمر، خليج العقبه وخليج السويس، الشعاب المرجانيه فيها بيقاوموا التغيرات المناخيه. احنا ممكن نقضي المحادثه بتاعتنا في اهميه البيئه البحريه. 85% من المخلفات اللي بتنتج في العالم كله نهايتها او المصدر النهائي ليها بتوصل البحر. 85% من مخلفات الانسان بتروح البحر. 85% و 15% بيروحوا لاندفيل على البر عندنا او مدافن. 15% دول بيبقى يحصل لهم ريسايكلينج او بيحصل لهم يروحوا المدافن او بيحصل لهم الحاجات دي. فانت نسبه 15% بيحصل لها ريسايكلينج وبتدفن وبتتحرق، زياده عن ال 80%، مش فاكر النسبه بالظبط، بس من 80 ل 85% بيروح المحيط. ودي مخلفات صلبه. والمشكله لما بنتكلم عن المخلفات الصلبه اللي هي 85% كل حاجه، المخلفات الصلبه بتروح على البحر، على البيئه البحريه يعني. كل حاجه، مخلفات صلبه، مخلفات سائله، لو ما عدتش على محطات تحليه
بس اهم حاجة فيها بتظهر فيها مشكلة مخلفات اللي هي البلاستيكية، المخلفات الصلبة البلاستيكية. احنا ابتدينا نسمع في العالم كله ان البلاستيك مشكلة ولازم نمنع استخدام البلاستيك، والناس مش فاهمة ايه مشكلة البلاستيك اصلا، ليه نمنع البلاستيك. احنا عندنا في مصر لما نروح نعمل شوبينج احنا بنجمع شنط بلاستيك عشان بنستخدمها في كل حاجة. احنا شايفين ان الشنط البلاستيك اللي هي احادية الاستخدام حاجة مهمة بالنسبة لنا. احنا مش عارفين مدى ضرر الشنط البلاستيك دي اللي احنا بنستخدمها مرة وبعدين بنرميها قد ايه على البيئة. الشنطة البلاستيك دي بتقعد سنين. في حاجات من البلاستيك، انواع ازازة المية البلاستيك اللي احنا بنشتريها من السوبر ماركت لما نبقى عطشانين، ممكن تقعد لحد 400 سنة عشان تتحلل، تقعد 400 سنة في البحر. طبعا كل ما البلاستيك الكثافة بتاعته بتقل زي الشنط البلاستيك دي ممكن تقعد اقل من 100 سنة. بس انت بتتكلم انت الشنطة البلاستيك او الازازة دي انت بتعيش قد عمرنا اضعاف في البحر. وده اللي كان هياخدنا للسؤال التاني، انه يعني لأي مدى بتضر البلاستيكات او المايكرو بلاستيكس بالانسان. يعني هل احنا مثلا في جسمنا بلاستيكات دقيقة بسبب ان احنا بنرمي بناخد الشنط البلاستيك من المولات ومن الكشاك حتى في الشارع وبالاخر بينتهي بيها الموضوع الى البحر؟ يعني رسالة الماجستير بتاعتي والابحاث الخاصة بي في امريكا كانت عن المايكرو بلاستيك او البلاستيكات الدقيقة. هي ايه هي البلاستيكات الدقيقة او ايه هي المايكرو بلاستيك ده؟ كنت فاكر ان هي حاجة معروفة للناس كلها لان ده مجال بحثي، بس اكتشفت ان هي حاجة جديدة، مصطلح جديد طلع في العشر سنين الاخرانيين في ناس كتير ما تعرفش عنه حاجة. المايكرو بلاستيك ده من معناه حاجة مايكرو، حاجة احنا مش بنشوفه، بلاستيك صغير قوي. البلاستيك الصغير قوي او المايكرو بلاستيك او البلاستيك الدقيق ده بيطلع عن طريقتين. ان الشنطة البلاستيك اللي بتترمي في المحيط والإزازة البلاستيك اللي بتترمي في المحيط، عوامل التعرية، عوامل الرياح والمية وكل العوامل الجو بتبتدي تتكسر. لما بتتكسر هي مش بتختفي، هي بعد ما بتتكسر تحول لحبيبات صغيرة اللي هي المايكرو بلاستيك. فده بيبقى لو صنفناها من حيث النوع ده مايكرو بلاستيك فرعي أو سكندري مايكرو بلاستيك، ما كانش مايكرو بلاستيك في الأساس. بالعكس في بقى حاجات كتيرة قوي بتصنع دلوقتي كمايكرو بلاستيك. احنا لما بنروح السوبر ماركت نشتري الفيشل سكراب، الفيشل سكراب او اللي هو الغسول الوجه او معجون السنان او منتجات تجميل او بويات، غسول الوجه بيبقى خشن شوية كده وبينظف البشرة وبتلاقي فيه زي حبيبات لونها ازرق ساعات، وساعات بيبقى نفس الموضوع في معجون السنان ده بلاستيك. ده كل ده بلاستيك بيضيفه على منتجات التجميل او منتجات العناية بالبشرة، حاجات مايكرو بلاستيك بيبقى مصنع صغير كده. لان انت مثلا لما بتدعك وشك كده والبلاستيك موجود هو بيساعد ان هو بيمتص الحاجه، فاحنا كده عملنا ده بقى اسمه برايمري مايكرو بلاستيك. احنا صنعنا مايكرو بلاستيك من البدايه ورميناه في البيئه عموما من البدايه. المايكرو بلاستيك ده بيوصل فين؟ في كل حاجه. انا بصيت مثلا كنت بشوف المايكرو بلاستيكس في الاسماك في البحث بتاعي، جبت اسماك معينه، اسماك مختلفه، اسماك بتاكل زرع، اسماك بتاكل اسماك، اسماك بتفلتر الميه اللي هي بتشرب الميه وبتفلتر اللي هي الحاجات الصغيره منها. نفس الموضوع، خدت اسماك صغيره جدا، اسماك كبيره جدا لحد 10 كيلو، خدت اسماك في نهر المسيسيبي، ده النهر عندهم في امريكا النهر الاساسي زي عندنا في مصر النيل، وخدت في خليج المكسيك، فاخدت ميه مالحه وميه عذبه، خدت انواع اسماك مختلفه، خدت احجام اسماك مختلفه. كنت بشوف في المعده بتاعه الاسماك بياكلوا مايكرو بلاستيك ولا لا، او في مايكرو بلاستيك ولا لا. لقينا ان مبدئيا كل الاسماك فيها مايكرو بلاستيك كلها، طبعا بنسب مختلفه. لقينا بنسبه 20% من الاسماك في المعده بتاعتها مايكرو بلاستيك، من 15 ل 20% بس في كل الانواع. لو طبقنا الموضوع ده عن البشر انت هتلاقي برضو بنسبه كبيره جوانا مايكرو بلاستيك. في ابحاث اتنشرت جديده ان لقوا مايكرو بلاستيك في الرئه بتاعت الانسان ولقوا مايكرو بلاستيك في الدم بتاع الانسان. سبب ان احنا اهملنا موضوع البلاستيك وانه بينتهي بيه الحال في المحيط، واكيد ده احنا بنعمله في مصر. فلو جينا حللنا في مصر السمك اللي موجود سواء كان بقى مزارع او صيدينه من البحر، ممكن نلاقي ان في سمك فيه مايكرو بلاستيكس، واحنا لو حللنا هنلاقي في جسمنا برضو فيه مايكرو بلاستيك، صح كده؟ بنسبه كبيره قوي هتلاقي مايكرو بلاستيك. النسب هتتفاوت على حسب المكان، على حسب المسيسيبي بينزل في امريكا من الشمال للجنوب، فالميه نازله كده اتجاهها كده. لقينا فوق قبل ما بندخل بنعدي على مدن كتير اقل تركيز مايكرو بلاستيك فوق، كل ما بننزل لقينا التركيز بيزيد لحد ما نزلنا تحت خالص لقينا اعلى تركيز، فواضح ان الموضوع تراكمي. طيب المايكرو بلاستيك ده صغير قوي، ايه ممكن يضر؟ في حاله الاسماك، لان الاسماك وهي صغيره تبقى لسه يرقات صغيره
نسبة موتها بتبقى عالية قوي. السمك بيبيض مئات أو آلاف أو في ساعات توصل لمئات الآلاف. السمك الصغير الكائن لما بيبقى معرض للخطر بيخلف أكتر. يعني إحنا كان بني آدمين إحنا علشان الحالة عندنا سيف بنحمل 9 شهور بنخلف بس. لو وصلت للحيوانات الكبيرة زي الفيل لا هتلاقي درجة الحمل بقت سنين ويخلف برضو فرد واحد. كل ما الحيوان يصغر او كل ما يتعرض للمخاطر تلاقي ان هو بيخلف اكتر هيبيض اكتر عشان هيموت منهم كتير قوي. السمك ممكن يبيض في حدود 100,000 بيضة بنسبة 90% منهم بيموتوا من عوامل كتيرة قوي، مفترسات، عوامل الجو، البحر. المايكرو بلاستيك في حجمهم وهو صغير ده طبعا ممكن يفيدهم، ممكن ان هو بيسد المعدة بتاعتهم. هو اساسا السمك قد كده لما ياكل مايكرو بلاستيك وهو صغير لا هيأثر عليه. انا كان بني ادم كحد مش هيأثر علي، او كحاجه كبني ادم او حجم كبير انا مش هروح اكل بلاستيك، فاللي هيدخل جسمي البلاستيك صغير. الضرر الكيميائي او الكيميكال افكت اوف مايكرو بلاستيك ده اكبر بكتير. الفيشل سكراب لما بندهن وشنا بيضيفوا فيه حبيبات صغيره لونها ازرق او الوان معينه، بيضيفوا فيه مايكرو بلاستيك. ليه؟ لان هو بيدعك وشه، الحبيبات الصغيرة دي بتمتص الدهون، بتمتص الحاجات اللي موجودة في الوش. فالحبيبات الصغيرة بتاعت المايكرو بلاستيك بتمتص الملوثات اللي في المية. فتخيل ان انت كده بيعاملك كأنها سفنجة للملوثات، خصوصا للملوثات العضوية او البريزيستنت اورجانيك بوليوتنتس اللي هي الملوثات العضوية اللي هي ما تتحللش بسهولة، ودي معظمها بتسبب امراض سرطانية بتلزق على حبيبات المايكرو بلاستيك دي. لقوا ان تركيز الملوثات دي على حبوب المايكرو بلاستيك حوالي اعلى 100 مرة من تركيزها في المية. فانت اكنك عندك حبوب بتعامل كسفنج جوه المية بتلم اي ملوثات ليها. فالسمك او انا او انت او اي حد لما اخد المايكرو بلاستيك لو حجم البلاستيك نفسه مش هيأثر عليا، انت في كيماويات اللي لازقه على المايكرو بلاستيك ده هو الخطر الاساسي، ده الخطر الرئيسي. كيماويات مسرطنة، ملوثات عضوية، حاجات كتيرة بتلزق على المايكرو بلاستيك. فده خطر كبير جدا لدرجة ان هم عملوا تجربة، جابوا حوض سمك كبير وجابوا نوع من انواع الجمبري الصغير قوي، اكلوه مايكرو بلاستيك عليه كيماويات، نوع كيماويات معينة، وبعدين جابوا كائن تاني كل الجمبري الصغير ده، وبعدين جابوا سمكة تالتة كلته. قعدوا يدوروا ما لقوش المايكرو بلاستيك او حبيبة المايكرو بلاستيك ما لقوهاش في السمكة، بس لقوا الكيماويات اللي كانت لازقة على المايكرو بلاستيك في السمكة. احنا في الاخر احنا بناكل السمك. يعني تعاملنا مع البلاستيك ده عبارة عن ان انا بعمل خلية سرطانية، والخلية السرطانية دي انا برميها كأنها مش هترجع لي تاني، بس eventually هتلف تلف وترجع لي حتى لو البلاستيك نفسه مرجعش. كأني برمي السرطان في البحر والسرطان بيرجع يسمى عندنا، وفي الاخر اقول انا ليه بيحصل لي امراض. لما المايكرو بلاستيك بيتنقل من حيوان لحيوان لحيوان عن طريق السلسلة الغذائية او الهرم الغذائي، ده مصطلح عندنا بنقوله اسمه بايو ماجنيفيكيشن، او بيحصل تركيز في التأثير. السمكة الكبيرة ما بتاكلش سمكة واحدة صغيرة، هي بتاكل عشرات او مئات الصغيرة. روحنا جبنا سمكة مثلا من المحل، وسمكة حلوة مثلا سمكة دينيس، سمكة هامور، سمكة كبيرة، وكلناها. السمكة دي كلت كم الف سمكة قبل ما انت تاكلها؟ في كم مخلف او كم نسبة الكيماويات او المايكرو بلاستيك اللي السمكة كلتها قبل ما توصل لك؟ انت كلت كام سمكة على مدار الشهر، على مدار السنة؟ اللي احنا بنرميه في البحر بيوصل لنا بطريقة او اخرى. لو ما وصلناش من المياه اللي بنشربها، لو ما وصلناش من الهواء اللي بنتنفسه، المايكرو بلاستيك لقوه في الهواء، لقوه في المياه اللي بنشربها، في الاكل اللي بناكله. انا تخصصي كان في البيئة البحرية، طبق ده بقى على كل المجالات التانية. في استراليا يقولك قد ايه الشفاطة، وفي حملات توعية ان احنا ما نستخدمش الشفاطات اللي هي الشاليمو. يعني الشاليمو شفت الموضوع ده في امريكا، التفاهه دي هي الشاليمو، الاسترو، الشفاطه هي اللي هتفرق. استراليا او في امريكا اللي خدت بالي، الطبيعي ان اي حد ماشي ومعاه ازازه الميه بتاعته او الزمزميه، الازازه اللي هو بيعاد استخدامها. لكن ان انا اشوف الناس هنا بتشتري ازايز ميه كده وخلاص، في استراليا بيحصلش. الطبيعي ان كل حد ماشي معاه الازازه بتاعته، الزمزميه بتاعته اللي احنا كنا بنعملها واحنا في المدرسه، ماما بتملى لنا الزمزميه واحنا رايحين المدرسه. هو ده اللي بيحصل هنا، كل الناس رايحه الشغل بتاعها في الزمزميه بتاعها، كل الناس رايحه الشغل بتاعها اللانش بوكس بتاعها في بوكس يحط فيه الاكل بتاعه. مفيش حاجه ان انا بقى احطه في كيس بلاستيك هعمله كده
الناس بقدر الامكان بتحاول تقلل الحاجات دي. انا عن نفسي لما كنت بروح اعمل شوبينج في مصر كنت بجمع شنطه بلاستيك على قد ما اقدر هستفيد بيها في اي حاجه وفي الاخر هتترمي. هنا انت الشنطه بلاستيك انت بتتحاسب عليها، لو رحت عملت شوبينج، لو رحت اشتريت هدوم، لو الحاجه هتتحط لك في شنطه سواء بلاستيك او ورق انت هتدفع فلوسها. فالناس هنا ابتدت تعمل ايه؟ تجيب الشنط زي الشنط اللي هي القماش اللي بتتباع دلوقتي او الشنط اللي هي البلاستيك القوي اللي انا بتقعد استخدمها موجوده معايا على طول في الشنطه بتاعتي بتاعت الظهر. وقت لما عاوز اروح اعمل شوبينج انا معايا الشنطه افتحها احط فيها الحاجه واروح.